طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما الجبن ما هو الجبن ولماذا يجبن الإنسان لما سئل رسول صلى الله عليه وسلم أيكون المسلم بخيلا قال نعم أيكون جبانا قال نعم أيكون كذابا قال لا كيف يكون المسلم بخيلا وهو يعلم أن لكل أجل كتاب ولكل نفس عمر وأجل ما هو البخل وما دوافعه وما منشأه وكيف نقضي عليه في سياقيات القرآن الكريم والسنة النبوية هل كان من الصحابة من هو جبان وهل يتنافى الجبن مع الرجولة والمروءة لماذا يقع الجبن الآن وإذا كان خالد بن الوليد عليه رضوان الله سيف الله المسلول مات على فراشه وهو يقول ما من شبر في جسدي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم ولكني أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء كيف نتخلص من الجبن؟ الجبن حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العالمين الثنتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم في حلقة جديدة أهلا وسهلا بك الله بكم ونفع بكم ربنا يرفع قدرك شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي ما رأيك في الجبن؟ الحقيقة أن هناك منطلق عقدي نعم يفسر هذا الموضوع الله عز وجل واجب الوجود ما سواه ممكن الوجود ممكن أن يكون أو أن لا يكون أو ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون شاءت حكمة الله أن يزرع فينا الشهوات والشهوات لها دور كبير جدا هي كالمحرك في المركبة طاقة والعقل هو المقود والشرع هو الطريق فالبطولة أن تنطلق بقوة المحرك وهي الشهوات وأن بقيادة العقل على طريق الشرع تمام فالشرع طريق والعقل مقود والشهوة محرك الشهوة شيء دقيق جدا يمكن أن تمارسها 180 درجة إلا أن الله سمح لك ب100 درجة فما هي الاستقامة؟ أن تبقي الحركة باتجاه الشهوة أو بدافع الشهوة وفق 100 درجة فقط تمام بالإسلام ما في حرمان والدليل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عند علماء الأصول المعنى المخالف المخالف الذي يتبع هواه أي شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه تمام أهم نقطة أحب أن أقدمها للإخوة المشاهدين بالإسلام ما في حرمان بس في ترقية وتصعيد فالإنسان لما بيآمن ما من شهوة أو دعها هل يعتبر الجبن شهوة؟ طول بالك الجبن مقابل المال لا. طبعا هو الجبن بجوز يخاطر يفقد حياته نعم الإنسان الله عز وجل طمنا الأجل والرزق لا يتبدلان سليم نعم فالله كفى عبده رزقه نعم فإنسان لما بيأمن بالتوحيد ويستقيم على أمر الله ما بقى في عنده جبن نعم. لأنه الآمر ضامن الآمر ضامن تمام إله الآمر ونعم بالله مدام هو الإله بيده كل شيء يضمن لك إن استقمت على أمره لا ينالك شيء طيب فالجبن يأتي من ضعف التوحيد ويأتي من غلبة الشهوة
يعني هل هذا المفهوم ينطبق على بعض الصحابة مثل مثلا سيدنا حسان بن ثابت؟ ما كان يحب أن يخرج إلى المعارك أو يحارب، واعتبر في جانبه هذا نوع من أنواع الجبن. هل نفهم هذا؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الإنسان له كل إنسان له ملكات، تمام، وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك ملكات تلاميذه تلميذا تلميذا سليم، فوضع مفتاح العبقرية في كل مكان عند كل تلميذ، فأنبتنا أو أنبت للإسلام نسخ مصحفية تمشي على قدمين. تمام جميل. حسان بن ثابت إذا لا يجب أن تدرس البعد الثالث من كل شخص صالحا كان أو طالحا في بعده التكويني وبعده الشعوري وبعده البيئي. حسان شاعر، هذا الشاعر مرهف الحس، تمام، رقيق يعني وخيض الجوانب، أسيف الحال، دائما يبحث عن الكلمة الطيبة، يبحث عن مسألة الحرب، هذه مسألة بالنسبة له يعني مسألة مخالفة لطبيعته وملكاته. يعني شوف الأغرب من الخيال، عمر بن الخطاب رغم ما فيه من قوة كان أكره الحرب. سيدنا علي كان شاعرا ايضا وكان يحارب، لا لا، هذه ربيب النبوة. هذه تربية الانسان الذي سبحان الله امتلأت عيناه وامتلأ الى مشاشه من تصرفات وملكات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر صلى الله عليه وسلم. عنترة كان شاعر، كان شاعرا وكان سواء عنترة وكان فارسا مغوارا. اذا تذكر اذا قال عن عبلة فتقول ان هذا شاعر ذاب عشقا ولا يستطيع ان يمسك السيف، سيذكرني قومي اذا جد جدمه في ليله الظلماء. وبعدين لما تذكر لما شاف برق السيوف تذكر ثغرها المتبسمه، يعني حط دي مع دي، فهذه ملكات. سيدنا حسان لا نستطيع ان نصفه صحابيا بالجبن، لان الصفه يعني هي منقصه، منقصه كبيره، الوصف والجبن منقصه. اذا غرست شجره الجبن في قلب انسان اورثت ثمارا سيئه خبيثه، السلبيه والانعزالية والتوحد، جبان، ولا يستطيع أن يواجه الحقائق. تمام. لكن سيدنا النبي قال دكتور راتب مثلا في وصحح لي، يعني لما سئل يكون المؤمن بخيلا قال نعم، يكون جبانا قال نعم، يكون كذابا قال لا. إذن قد تكون صفة الجبن في المؤمن. لا لا دقيقة، تفضل. الكذب ليس شهوة غلبته، تمام، الكذب مؤامرة. نستثني الكذب، نعم، الجبن قد يكون في صفة في المؤمن. الجبن يعني غلب عليه الشيء القريب منه ونسي وعد الله له. طبعا أنا أولا أعتقد يقينا في بحياتنا كمسلمين واحد معصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان، ما سواه غير معصوم. فأنا أي نقطة سلبية بأي إنسان من أصحاب النبي أنا أقدم لها هذا التفسير، هذا من عدم عصمته وانتهى الأمر. في واحد معصوم في أقواله، لكن يعتبر الجبن إثما مثلا على الشخص؟ لا، هو إذا تباطأ أو اثاقل إلى الأرض أو يقترب من الطبع، يقترب من الطبع، من الطبع، يعني هذا يطبع الإنسان على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. بس إذا ترتب على هذا الجبن ضياع حقوق ناس، هذا ما أقول، يعني إذا ثاقل الأرض وتورع الحق، أنا أتولى أمر مؤسسة أو أمر شعب معين وأجبن 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 إلى أن تضيع حقوق شعبي وأن تضيع أرضي، تضيع مقدساتي، وأقول والله قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، أجبن ساعة مش أجبن قرن. يعني الجبن له أمد، تمام، يعني سبحان الله، إما متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، ليس هذا جبنة وإنما إعداد، يعني أن نعد وأن نجهز وأن ليس هذا جبنة. وصف القرآن اثاقلتم إلى الأرض، أليس هذا نوع من أنواع الجبنة؟ اثاقل إلى الأرض لأنه أثقلته الدنيا بأنها أشعرته أنه أرضي لا سماوي. نحن نسبنا سماوي، نسبنا ليس أرضيا. النسب السماوي يقتضي أن يعني الله عز وجل ينزل من فضل رحمته أنزل هذا القرآن، فلما نزل من علي وارتفع الإنسان بالقرآن فصار سامقا، فصار نسبنا السماوي. فإذا تسفلت أنا واثاقلت إلى الأرض صيرت يعني نفسي طينا لا قيمة لي. نعم. يعني ما قيمة العناصر الأرضية في 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 في, في الأمور السامخة والأمور المعنوية الكبيرة. فالإنسان الجبان الإنسان نسي نسبه السماوي،
تمام. بس ودخل أو حبس نفسه داخل الإهاب الترابي ونسي الإهاب النوراني التي هي قبضة من روح الله، يرى بنور الله ويسعى بنور الله ونعم بالله. شغل الدكتور محمد راتب، يعني الثلاثة الذين خلفوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا صحابة، أو لم يكونوا جبناء أيضا؟ نحن لماذا تجرني إلى أن أقول عنهم جبناء؟ أنا أتعلم من فضيلتك. هو أغلق المسألة وقال لك هم مش معصومين. أما أنا أعلم يقينا أن في حياتي كمسلم إنسان واحد معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. تفسير فضيلتك لمن للثلاثة الذين خلفوا ما هو؟ سيدي، إنسان غير معصوم يقع في مع الوضع باعتبار أنهم صحابة، هل أنبأنا النبي أن أصحابه معصومون؟ لا لا, لا. خلاص، هذا من عدم عصمتهم وانتهى الأمر. قضية بسيطة. هو يا أخي طب أريد أن أستنبط دروسا من هذه المواقف مثلا. الثلاثة الذين خلفوا، نعم، يعني يكفي أنهم فضحوا على مر التاريخ رغم توبتهم، لكن هذه ليست فضيحة وإنما تهذيب للمؤمنين. توبتهم الله أكبر قبلت جبره، الله أكبر. وبعدين عوف بن مالك لما وصلته رسالته من ملك الروم، بلغنا أن صاحبك قد قلاك فتعال إلينا حيث المنعة، ولا قال هذا من الابتلاء، وألقى الرسالة ملك الروم في في, 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 في النار. بعض من بني جلدتنا على رسلك، هذا أيوة درس خطير. تفضل مرة ثانية. أرسل إليه ملك الروم، تمام، العوف بن مالك أحد نعم. الثلاث، نعم، بلغنا أن صاحبك قد قلاك حينما حضر أصحابه من عدم مكالمته أو مخالطته، وحتى زوجته يعني خالته، يعني سبحان الله. وكان ابن عمي على الجدار في الجدار لا يسلم عليه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا صنعنا كل يعني مثل هذا كمجتمع مع كل منحرف في المجتمع مهما كان، والله لا رعاوه. سنأتي، لكن بعفو ملك الروم أراد أن يستغل هذا الظرف لصالحه. تعال إلينا حيث المنعة والرخاء، أهلا وسهلا، اعمل لجوء سياسي، تعال اهرب سيبك، تمام، ونعمل لك قناة معارضة وتشتم في البلد بتاعتك وتوضح في أهلها. لا، قال هذه وهذه من الابتلاء، ده من ضمن الابتلاء المعصية أنني انتقلت إلى الأرض وأبيت أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى الرسالة في النار عشان يمحو. ولم يخرج لملك لا لم يفكر في المسألة. رائع، يعني سبحان الله، رائع. شوف، رائع. المتدين وطني بطبعه، والذين يقولون إن المواطنة أو حب الوطن عند الملتزمين قليل، أقول كذبتم، إن الذين يخونون الله ورسوله ولا يلتزمون بدين الله ليسوا وطنيين. أحسنت. أو المواطنة تقدم الوطن على الدين مثلا؟ لا، شوف، الوطن بالدين، لا قيمة لوطن بدون دين. أي وطن بدون دين أنا لا أعتبره وطن. في ملمح دقيق، تمام، جدا، أن الله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة أو على الذين خلفوا، جبرا لخاطره، ترميم لمشكلتهم. نعم. يعني عصف توبته على النبي، أو عصف توبتهم مع توبته على النبي الكريم. كيف طلب مرصدك الخاص، وأنت يعني صلت وجلت في كثير من دول العالم، صور الجبن في هذا العصر الحديث؟ والله هو الإنسان إذا استغرق في الشهوات يصعب عليه البعد عنها. فالمبالغة في التمتع والرفاه، أنا كنت في بلاد الغرب كثيرا، نعم، رأيت خاصتين اثنتين يعيشون لحظتهم فقط، وهمهم الأول الرفاه، تمام، فالرفاه هو همهم الوحيد، لا في رسالة ولا في آخرة ولا في موت ولا في فرصة بلدة. واحدة فرصة واحدة، نعم، فهمهم الرفاه، يعيشون لحظتهم. مؤمن عنده إيمان بالآخرة، في عنده أعمال صالحة، في عنده أشياء كثيرة. الذي يكيد بمكيالين ولو كانت دولة عظمى، من أكبر الجبناء في عصرنا وفي كل العصور. من يكيل بمكيالين، لماذا يكيل بمكيالين؟ لأنه جبان لا يريد أن يواجه الحق، الحق، تمام، له مقياس واحد، الحق لا يتعدد، تمام، فإذا كلت بمكيالين صرت جبانا، تمام. يعني كان بقول لخالد بن عبد الله أبا خالد أنفر فلست بخالد وما جعل الله من عذر لقاعد، قال، وأرد رأي فضلته، قال أبو خالد شاعرا نظما: لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي، ولولا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء شافي. لو أنه وقف عند الشطر الأخير لما قال السطرين الأولين،
لو وقف عند السطر الأخير في صدق توكله على الله سبحانه، لأن الحياة لها أمد كما قال أستاذنا محدد، وأن الرزق مكفول عند الله سبحانه وتعالى. أمطري سماء سرنديب أجيبك بالشافعي، أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الله جميل. كلمة نختم بها كلمة سيدنا خالد بن الوليد وهو يموت على فراشه لما قال فلا نامت أعين الجبناء، كيف نفهم هذه المقولة ونسقطها على الواقع؟ الإنسان لا يموت إلا في أجله، لا يموت إلا في أجله. نعم. لذلك شيئان بيد الله عز وجل، الأجل والرزق، وخوف نقص الرزق لا يؤثر على الرزق إطلاقا. تمام. في قلق يصيب ضعاف الإيمان، والإنسان كلما ضعف إيمانه ازداد قلقه، أما المؤمن مؤمن بأن الله عز وجل سوف يعطيه كل شيء. نعم. لأنه هي الحقيقة لما يقتصر نظري على الدنيا هناك مشكلة، أما إذا ضممت الآخرة إلى الدنيا فالمؤمن إذا رأى مقامه في الآخرة يقول لم أرى شرا قط. شغل الدكتور كلمة أخيرة نختم بها، بعض الجبناء حينما توجهوا بأنه جبان يقول ليس جبنا لكن أنا أحتفظ بحق الرد. شوف، هو لن يرد، لأن الرد يجب أن يكون في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. أما أن يتخاذل في كل مرة ليحتفظ بحق الرد سوف يموت ويأتيه الرد. ويتمتع بضبط النفس كمان. ويتمتع بضبط النفس. يعني أنا أقول أن على المؤمن أن يقول الحق وأن يقبل الحق ولو كان مرا. هكذا كان الشافعي يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها أكثر. يا سلام. ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت أعز وأكبر. هذا الإنسان معقول أن يجبن يوما؟ لا. سبحان الله. قال الحسن البصري لما ضغطوا عليه في قضية القضاء ويمسك القضاء فراقبوه وجدوه يشرب من نهر الفرات ويأكل من حشيش الأرض، قال له تلميذه يا سيدي لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا، قال وأنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. خير الختام نختم بهذا، شكرا لكم على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في هذا البرنامج، على وعد بلقائكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان السلام. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين، فالمسلم من سلما، بالدين تربينا يا فوز من التزما، رب أدمه علينا اهدنا دينا قيما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما طلعا.